بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كنشكر محمدية بريس على التغطية الإعلامية على هذا الحدث. معكم الأستاذ إبراهيم بن عدي، مدير مدرسة زناتة بمديرية المحمدية. واش داز اليوم اللقاء؟ منظمة بدائل وجهت لنا الدعوة باش نشاركوا في هذا اليوم ولا في هذا اليوم الدراسي لتحسيس المجتمع المحلي ولتحسيس الشركاء بأهمية هذا اللقاء الذي يعنى بضعاف البصر والمكفوفين والاطلاع على الوضعية ديالهم، لا من حال الوضعية الاجتماعية ديالهم ولا وضعية التمدرس. هذا اللقاء خلانا نستمعوا للتلاميذ والتلميذات ضعاف البصر وبأهمية التربية الدامجة اللي غادي تساهم، واللي هي التربية وزارة التربية الوطنية سهرات باش تفعل في جميع المؤسسات التعليمية بالمغرب. تصنتنا كذلك كما قلت الهموم والمشاكل اللي كتعانى وحتى الاباء، واللي وكيركزوا بالخصوص على النقل المدرسي اللي يتنقلوا التلمذات للمؤسسات اللي هي خاصه بضعاف البصر والمكفوفين. ولكن اتمنى من الشركاء من وزارة التربية الوطنية أن تشوف هذه الفئة داخل مديرية المحمدية، لأن التنقل للدار البيضاء صعيب لا على الآباء ولا على المتعلمين. الجمعية الله يجزيهم بخير صراحة قايمين بالواجب ديالهم، اللي هي منظمة بدائل، قايمين بالواجب ديالهم المواكبة ديال الأطفال المكفوفين وضعف البصر، قيم الواجب ديالهم الدعم النفسي والمواكبة التربوية ديالهم. وكما شفتوا في اليوم الدراسي راه قالوا بأنه احنا كنلتزموا بالدعم التربوي والتلمذات في مجال الرياضيات وفي مجال اللغات، ولكن النقل المدرسي اتمنى من الوزاره الوصيه، اتمنى من المسؤولين والشركاء في مدينه المحمديه ان يوجدوا لهم النقل المدرسي، لانه بدون النقل المدرسي فالاباء تعيشوا مشاكل والتلاميذ تعيشوا مشاكل كثيره، خاصه وان الولوج الى المعرفه خصنا نسهلوا لهم مجموعه من المشاكل ديالهم. شكرا. لا شك على واجب. شكرا. كيفاش كان اللقاء؟ المهم بسم الله الرحمن الرحيم. حسن هيتي، رئيس مكتب التربية الدامجة مديرية التعليم بالمحمدية ورئيس المشروع رقم 4 لتمكين الأطفال من ذوي الإعاقة من التمدرس. اللقاء بالنسبة لجمعية بدائل، منظمة جمعية بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، فهو صراحة موضوع جاء في وقته وفي الوقت المناسب، لأن اليوم راه كاين المشاورات حول تجويد المدرسة العمومية، وهذا اللي كنطمحوا ليه احنا في المديرية، أن مثل هذه الجمعيات أنها تزودنا بالتوصيات اللي غادي تخرج بها من هذا اللقاء حول التربية الدامجة وحول موضوع التربية الدامجة وحول كيفاش هاد الوليدات يمكن يكون لهم الإدماج ديالهم داخل المؤسسات العمومية، لأن البرنامج الوطني للتربية الدامجة فهو ورش طموح وهو كينصب على الجهة وكينصب على الإقليم كمديرية التعليم بالمحمدية. الورش كما قلت لك طموح وفيه عدة متدخلين من جميع المؤسسات، لان الورش مجتمعي وباش ينجح خصنا نضافروا جميع الجهود وخصنا نكونوا في الحدث. واليوم الحمد لله راه كاين الورش ديال المشاورات حول تجويد المدرسه العموميه، وغادي نكونوا في الموعد، وغادي نكونوا ان شاء الله كنطمحوا باش هاد الوليدات ما تبقاش هاد المعاناه اللي اليوم سمعناها. وشكرا المحمدية بريس. بارك الله فيك. السلام عليكم. السميه والصفه ديالك وكيفاش الشيء اللي قاعد اليوم؟ السلام عليكم. معكم القطراوي كريم، اب ديال ابن مكفوفه وحده من ضعاف البصر. يعني هذا اللقاء كنتمناو منه يكون الخير ان شاء الله. احنا اللي عندنا الهم الوحيد راه هو الترونسبور. يعني انا بالنسبه لي انا كندي جوج بنات من المحمديه حتى لضرب عمر. يعني وما ادراك ما ضرب عمر. يعني الطريق تقدر اي لحظه تقدر الطونوبيل من الموتور يجر لك الدريه، وكتما يشاد وحده في اليمين وحده في اليسار. يعني كاين واحد شويه المعاناه، هذا هو المعاناه اللي عندنا حنايا كاباء. وبالنسبه للتعليم راه الحمد لله المدرسه راه كتقري مزيان، ماشي ما كتقريش مزيان، عندها واحد لافونتاج زوين. المشكل ديالكم؟ المشكل هو حيت كاينين معنا شي امهات مساكين كيمشيو مركبين.
غدا مركبه وجي مركبه وجاره تصور كتمشي من 5 الصباح للتسعود خاصها تكون المحمديه تعاود تمشي مع الجوج تجي مع السه يعني راه بحال داتا راه بحال خدامه هي راه مرا خدامه خارج يعني ما طيب ما غاديت ما غادير حتى حاجه انا اضطريت نبرك من الخدمه باش نقابل بنتي يعني عندي جوج بنات خصني نديهم ونجيو مع عندي جوج بنات كيقراو كبار يعني باش غادي تبقى الام غاده جايه راه غادي نساو الاخرين وشكرا يعني انا باش نوفر لكم ترونسبور كنت نتمناو من العامل عماله المحمديه ورئيس جامعه المحمديه هشام ايتمنى يوقف مع هاد الناس اللي مكفوفين راه يعني راه ملي كيمشي واحد راه كيمشيو مع كاين اللي كيمشيو مع ثلاثه واش ما درتوش مشيتوا ورايا مع رئيس المجلس الجماعي تكلفات الجمعيه وكان ما كاينش شي رد كاينش ما ردوا لي ما كاين حتى شي حاجه هو شكرا بارك الله فيك كروشي حسنه الام ديال التلميذ عبد الحق دياني كيقرا في المنظمه العلويه للمكفوفين وداعى في البصر اللي كاينه في الدار البيضاء في درب عمر كي داز هذا الندوه اليوم على المنظمه ايوا الحمد لله رب العالمين وخا ما توصلنا حتى شي نتيجه نفس المحور هو اللي كيبقاو يدوروا عليه على التربيه الدامجه وحنا حنا بغينا التربيه الدامجه هي ماشي بالنسبه لوليداتنا دابايا حيت وليداتنا حنا في طور مراحل اشهاديه وخاصهم حاجه وحده اللي كنطالبوا بها وكنطالبوا بها الجهات المسؤوله اللي خاصها تلتفت لهذا ما نقولوش فئه لهاد الاطفال خاصهم ترونسبور لانهم كيعانيوا واحد المعاناه كثيره وكبيره لا هما يا للوالدين ديالهم لا ماديا ولا معنويا باش كيوصل ذاك الوليد المدرسه راه كيحتاج واحد المجهود كبير وكيحتاج واحد وما تقدرش الانسان مثلا يدو جوج ديال الوليدات عند راه باش تشد واحد مكفوف وتم غادي به في هاد الطرقات ديال الدار البيضاء راه سي تخي ديفيسيل دونك خاصنا حنايا المطلب الاساسي واللي كان واقفين عليه دابا واقفين عليه هو ترونسبور ثم ترونسبور حاجه اخرى ثانيه ما كرهناش الوليدات يدار لهم البريسكولير ديال المكفوفين يعني ترى ما كاينش بارتو لا في المغرب ولا من غير المغرب وانا كنهضر بالنسبه حنا الوليدات ديالنا ما عندهمش البريسكولير سكيل فيت يدخلوا المدرسه بانهم والو كيف ما تنقولوا جليجه كيلقاو صعوبه مع الاستاذ كيلقاو صعوبه مع كيفاش غادي يتعاملوا كيفاش غادي يحفظوا كيفاش غادي يقراوا الوالدين ديالهم كذلك تيلقاو صعوبات ديال ما كيفهموش البرايل ما كيعرفوش اشنو خصهم يديروا لاولادهم عند على العلم بان التحضيري كتقرا فيه غير الطريقه بوحده ما تتقرا فيه لا تقرا فيه الحساب ديال زائد وناقص ولكن تتقرا فيه غير الطريقه كيفاش يتعامل مع الاله كيفاش يتعامل مع المسطره عفوا كيفاش يتعامل مع الورقه كيفاش يركبها غير هاد الاساسيات وهاد المبدئيات هما اللي تيتبنى عليهم الاساس ديال الوليد الكفيف خصوصا في الدراسه هادو هما اللي تنقلبوا عليهم كنقلبوا على ترونسبور اولا ونقلبوا على الوليدات يديروا ليهم البريسكولير هادو اللي تيبقاو ضايعين هنا ملي كتقولي الاستاذه الف ما تيعرفوش واش ديال ارنابون ولا ديالاش حاجه ثالثه نبغيوها ان شاء الله الا كان الدعم يكون دعم ولكن يكون قريب لينا ما يكونش بحال هكايا مجلي بعيد علينا هي قالوا فكره ديال الترونسبور يجيبوهم هنا اي مزيانه ولكن كاينه واحد المساله بان الوليدات راه عندهم السيمانه كلها هما تيقراو راه كيمشيو من الصباح ما كيجيو حتى للعشيه دونك راه ثلاثه مرات في السيمانه راه ماشي مستحيل راه من 10 المستحيلات بانهم غاديين يجيو وتا الا جاو راه ما غادي يستافدوا منهم هما ما غيستافدوا وانتم ما غتستافدوا منهم حتى شي حاجه عند التحصيل الدراسي ديالهم صافي وخاصهم والمهم هذا هو ما هذا هو خلاصه القول والموضوع راه كثير ونتمنى وتوصل الصوت ديالنا للمسؤولين شكرا انا الاب ديال عندي ديال عند كوفه انا بغيت نهضر واحد الشطر ديال الصحي ما خلاونيش المهم ما خلاونيش المهم كان موضوع ديال التعليم الشطر الصحي هو دابا انا جوج اخطاء وقعوا الاولى ديال اللي عاودت لكم ديال كيفاش بنتي كبرات في لاكوفوز وهذاك الاكسجين لا غريي لا غيتين ورزمون كاين بالمويا اللي كانت محدوده والدار والدار الدار تديتها لفرنسا ودات واحد العمليات صرحوا لي هذيك الشبكه دابا حنا كنقولوا كتشوف هي مش كتشوف كتشوف الضوء الضوء كتشوف مكفوف اللي قلتي لي كتشوف راه كتشوف الضوء هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية هذا الصيف هذا مشيت للخارج المغرب ومشيت دوزت لي على كنحلم كنت كنحلم زعما يكون شي هذا كبرات هذيك الساعة كانت عندها 9 شهور من مشات دارت العامية الأولى والثانية فرنسا والثانية هذه الأخرى هذه ديال هذه المرة هذيك مشيت سويسرا عطاني واحد الدكتور تمايا ومشيت واش كاين شي امان قلنا العين كيتقدم وهادي كاين اللي كيكرون بلاصي ولا غيتين كيدير لا غريف ديال لا غيتين
مالوغوزمون مي يدوزو ليها لقاو لوكا ديالها سي با بوسيبل لانه لي توشي با سيغ لا غيتين كي ايتي غيي ودابا باقا الحمد لله مره كندوزو لها باقا مسرحه كيقول لك حافظ عليها تبقى مسرحه باش تشوف هذاك الضوء وكانت كتشوف الضوء بجوج. الثانيه عندها مشكل ديال لو نيغ اوبتيك حتى هو لي توشي دونك ما يمكنش يديروا اي عمليه حتى ساعه من خمس سنين الله يعلم اذا كان شي امر كما قال لي الطبيب تما. ولكن اللي بقى فيها الحال هو ان لقيت العين اليسرى لقيتها كنت تعلم لقيت عين اليسرى ديالها حتى هي شاعل هذاك الشعاع اللي كتشوف مشات. علاش؟ خطا طبي. رجل خطا طبي واحد الطبيبه كانت متبع معاه المهم بلا يدون ذاك الرئيس وما الله يسمح لها كانت تدي واحد التقطيره نورمالمون من صغره كدير واحد التقطيره الى ديما الى ابد. قالت لك لا حبس لها هذيك التقطيره عندها لاطو عندها على علاقه بالطونسيون كانت الطونسيون عندها طالعه هذيك الساعه. قالت لك لا الطونسيون دابا عندها 16 راه مزيانه كانت عندها 30 حبسنا لها التقطيره هي مشات لها وخاصم الطبيب مزيان قال لك ما شوم دابا راه عطانا واحد التقطيره اخرى غنبقاو غادي نحافظوا على ديك اليمنيه لقاش هذاك المكفوف ملي كيشوف راه تيشوف غير بهذاك بواسطه الضوء ولكن راه كيفتح ليه مجال كيقول لك الضوء شنو هو جاي من باب جاي من الشرجم ماشي جاي ماشي اوبستاكل يلقى حيط يدخل فيه. انا راه بنتي راه دخلات في حيوطه وفي طابلات وطاحت وناضت زعما داك الشيء الله يحفظها قوه على بالنسبه للمكفوف. المهم نتمنى الرساله توصل بواسطه ديالكم انتم الصحافه السلطه الرابعه الناس المسؤولين يا بلا ما نهضروا داكشي اللي يهضروا الاخوان ديال الترونسبور هذيك حاجه ايرجون ديال التنقل راه كاين الناس ما عندهمش لي مويان باش تمشيو كاين الناس ما عندهم كيخرجوا ولادهم ها عرفت شحال معدي انا في محمديه كنهضر محمديه واخا انا ماشي ولد اصلي محمديه انا براني عم هادي ساكن محمديه. كاين الناس اللي خرجوا ولادهم من القرايه كاين الناس اللي كيعانيو كاين هاد السيده اللي كانت كتهضر بالحرقه موت كنقول احنا موت عبد الحق راه واحد المناضله مكافحه راه كدير ساك في ظهرها سبرديله وتجي نهار كامل كتبقى تمايا نهار كامل كتوصل كتبقى نهار كامل وكاين عندي لي مويا انا عندي لي مويا الحمد لله ونشكرو كندي بنتي وكنجي انا قلت لها نبقى ندي ولدك ونجيبو ما بغاش جاتك الدوام دابا ايه غدا ايه قلت ولكن الدوام قلت لا خويا شوف اش لابس بحالك قلت شوف اش لابسه انا كنعتمد على راسي والمسؤولين يفيقوا شويه الله يرحم والدينا حنا 2020 انا بغيت ماشي المسؤولين حد محمديه هادشي راه خصي وصلت للرباط للمركز وصلت شي لسيدنا وصلت المنظمه حتى هي وخصها شويه نوضوا نتحركوا شويه ونشوفوا المعاناه ونعالجوا الامور كاين بحال دابا النقص انا بنتي عندها نقص في الكتابه وفي هذه ما بغيت غير الولوج ماشي شي بلاصه تزيد الدعم ديالها ما كنلقاش صافي مويا كنحط كنكتفي بلي مويا وكنسول الاستاذ اش غندير اش غندير وهذاك الشيء كيبقى محدود والله يسهل الله يسهل وشكرا الله يرحم والديكم الصحافه السلطه الرابعه وصلوا هذه الرسائل نشروها وصلوها الله يجازيكم بخير.